السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه أنا والبكي رح نتريق هنا. هذا حشيش. It's marijuana. هي تحطه ويا الجيجاير. سألتها إذا غالي أو لا، قالت رخيص. Hey everybody, what's up to the Omar Zaki brothers? So you tried it in Morocco for your first time. حصلنا مشتركة جديدة. صاحبنا نايم، لازم نوقف لهم. خطي يا حبيبي مفقود. بأمريكا بالفترة الأخيرة سمحوا بزواج الشواذ والمخدرات همينة. إذا جيتوا هذا المحل دائما طلبوا بيتش بيرفكشن اسمه، كلش طيب. هاي المراية قاعد تحكي هنا في السب صوت عالي. هوليوود بوليفارد او ووك اوف فين هسه هنا. حلو الشغل مالته. نو بيكتشرز. اوكي. ريحة الحشيش كاتلتها المكان. بالفلوج الفات كانت دا طريقة قريب. ماكو مشهور الا ودسنا عليه. هنا الناس كلش غريبين اللي تشوفهم. هذا المحل حلو. الشغلات اللي يبيعوها الصدق حلوة. كل انواع الاقنعة تحلم بها. كل انواع المهرجين هم هنا موجودين. كل انواع الهياكل العظمية. هذا يعضها من ورا وهي تعيط. اذا تريد تسوي فيلم تعال هنا اشتري الشغلات. شوف ايش لقيت. وهذا كلك يخليك سمين وهذا يخليك حامل. هنا هذا يسوي خدع سحرية. كل انواع الشعر المستعار حتى اذا تريد تصير مثل دونالد ترامب هم يناكو. يقول لا تفتحه. اوه ماي جاد. قررت تشتري هذه خلاص. وهذا انمي بس ما اقدر اروح يمنى ويسرى لان كل شيء ملابسين. سائقنا اسمه ادهم وهي سائقنا البطل ما عنده رقم، حاط اسمه هو من اثيوبيا. النظرة الاولى للميوزيوم هذا. هذا الميوزيوم اسمه جيتي. قليل الناس يجون لكاليفورنيا يزوروا، بس احنا راح نرويكم كل شيء. هذا ليش مصلخ؟ وهاي ليش مصلخان؟ نايطك جي بي اس مجاني للمكان لانه يدوخ. هذا هو الميوزيوم من فوق. وهاي تشحن تليفونك هنا، المكان عملاق الصراحه. مع السلامه تليفوناتنا. انا متاكد حتى هذه اختي تقدر تسوي احسن منها واحلى. اللوحة مثبتيها بهذه العودة، عبالك حشرة مقتولة هم. صراحة هيك صور أنا ما أحب أطلعها، بس شو أسوي؟ لازم. صراحة صور مخيفة كلش، حاطين كلش خوش حراس بكل مكان. الحمد لله احنا قديما ما كان عندنا هيك رسمات. والله شغلات غريبة عجيبة. أبسط دليل أرويكم إياه أنه كانوا يلبسون حجاب، كناس زعلوا علي قالوا لي هذا مو حجاب. على الأقل كانوا متسترين يعني، هيك قصدي. هنا إذا تريد تتعلم تسمع أصوات معلومات. شفايفه كبار. شقد حلو لو اقعد امنتج جانب مكانها. بهذا المكان تحط اطفالك، شي حلو الصراحه. شقد حلو. يا ليتني اعود صغيرا مثلكم. هاي غرفه المرايات هسه. قلت هذا رجال من زمان ماكو رجوله. هذا الولد ايش بيده يعيط؟ هذا معبس وهذا دا يعيط. هاي الغرفه شكو بيها؟ هاي اذا تشوفوها من اي مكان من اي جهه تظل نفس الشكل. واو كلش كبير. هذا كنا باكستاني بس هو بالحقيقه مكسيكي للعلم، لان المكسيكان كلش يشبهون العرب بشكل. خوش صور هنا الواحد ياخذ. خلصنا شحن. هاي الاشياء اللي تلمع بالقع كلها كوينز، الناس يشمروها على مود اساس يحصلون حظ. هسا هاي كلها كوينز اقدر اخذها. قررنا نرتاح هنا شويه. مشكله كل الشاطره هاي البنيه. والله زين هذا بدولار، هذا دولارين ونص زي سعر الوالمارت. سائقنا الجديد اسمه تيم. وصل التاكسي. نعم حاطين لوشه.
السيارات اللي هناك كلش حديثه بشكل. فهاي بيفرلي هيلز بيوت الاغنياء كلها صايره هناك جوا، مثلا انجلينا جولي وممثلين هوايه. اهلا وسهلا، شوفوا السيارات، هذا مثال بسيط يعني. قش شفت اكو تسلا كل شوي، دائما ورا ما اخلص الرحله اشوف هنا على بالك اكو عضلات هالقد ما وزن شاي طول الوقت. حتى هنا التمثال مصلخ، عبد اللطيف سايقنا الجديد وصل سايقنا. كلب ضايع اللي يلقاه 3000 دولار. طلع جزائري، فتحية لأهل بلد المليون شهيد. ولك ووكم فيم، ووكم فيم. قالنا سيري عن الوقت ببغداد وشوف ايش قالت لنا. تقول اكو شيء غلط هناك تريدون اعرف عنه؟ ما ادري ايش ماخذين نظرة عن العراق يعني. اعرفكم على صديقات وسيم، ماليني ونيكي. راح ناكل بهذا المطعم الياباني. هاي على حسب انت شو وقت مولود. انا طلعنا معزان، هم طلعوا في ايران. هاي البنية تشتغل علي ونوعدها اكثر من 100,000 علي ونوعد. عود هذا التمن ماتي. هاي الحلاوة تفتحوها بها الفيوتشر مالتكم اساس. هاي صار رجل اعمال. انا هاي طلعت لي يعني اساس انا خوش صديق. رايحين الحديقة. ملك العضلات. هاي حلوة. شوف ايش دا تسوي. هاي شنو هاي؟ والله فصار فلوجر سيم كاميرا. He's gonna try. بده ايه. That's right. No, you can't. Lean forward. Just lean. وصل تاكسينا الى المطار. شوف الازدحام مال لوس انجلوس. وصلنا. هو طيران سبيريت اللي هو هذا. الجواز مالته لازم يحطه هيك. هذه هي طيارتي انا. اليوم والوداع يا وسيم. يوم للاسف. هذا الوراي رجال، هذا الوراي رجال. وهاي طلبة اثنين ماكياتو صغار. وصلوا. طيارتي بعد ساعتين، طيارتي بعد 6 ساعات تقريبا. من ساعات. يعني نتمشى بالمطار. ولهنا أنا أصدقائي كان وداع. وسيم صديقنا الغالي العزيز اللي تعرفنا عليه من خلال اليوتيوب. إن شاء الله نشوفك بالمستقبل. يكون عندك 100,000 مشترك، مليون مشترك. إن شاء الله كلنا إيد واحدة، أنا وأخوان عمر زكي كلنا واحد. زين بلقطة الوداع ليش تركنا هاي هون؟ والله مشتاق التكساس. ما ادري ليش دائما اللابتوب لازم تطلع من الجنطة حتى من الكفر مالته لازم بوحده بس. وهاي اشياء وصلت. وهسه للجيت. جيت مالتي رقم 49. عاد هذا مطار لوس انجلوس وما ادري صح لهواية. هاي طيارتنا اللي احنا نرجع بيها. تدرون انه اكو عجايز شواذ يعني عمرهم بالستين سنة؟ امريكا كلش غريبة. حزروا هذا منه. وسيم والله اجاني لهنا. لك اهلا وسهلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ صار لنا زمان ما شايفيك. هاي اخر اللاين خلص. مو الوداع لكن الى لقاء، لانه في لقاء ثاني ان شاء الله بالمستقبل قريبا. فجروا الفيديو عاد لايكات. اني اخر راكب. شو ازدحام هنا هم. ايضا اني موجود يم الشباك. وصلنا الى ارض الوطن بعد الصراحه واخيرا هنا. المطارات صدق احسها مريحه اكثر. اعتقد اهلي ناسيني يعني بالمطار نايم. هاي شنو هاي ايش حاطين؟ القاعه حلوه بالمناسبه. هسه ساعه بالوحده بالليل. اقول لهم خلص لا تجون، انا اخذ لفت احسن. هنا الجيتس بالقطار تروح لهم. وصل القطار. انا غلطان بالستة الفجر مو بالوحدة او 12. زين هنا عندهم ماكدونالد لان اسعاره دائما مناسبة. ولين عندي الاوفرات الزينة هم. عبالي مكتوب ترامب طلع تراش. تدرون ظاهر ايش يصير بيه؟ اوه ماي جاد. بس هذا كله طلع بدولار واحد. وصل السائق مالتنا. وصلنا وخلنا نشوف الميل بوكس. كان اسمه اعجاز طتتب. بعد شي يريد عمي؟ بعد كم تطير؟ بعد ساعة تطير. بالمناسبة هذه هي المفاجأة بعدكم انتم ما شايفين، راح تشوفوها قريبا. اصبحنا واصبح الملك لله. كل ما اسافر اشتاق لها لهذه الخاتون الحلوة. يا كاليفورنيا يا فلوريدا يا بطيخ بابا تكساس. هدوء عيشة رخص مرتاح الحمد لله. فانصحكم بتكساس وحسب انت واللي شي اللي انت تريده او تحبه. وكل ولاية قلت لكم كأنما دولة كاملة بالقوانين بالنظام بالناس. وصلنا الى نهاية الفلوق اصدقائي. لا تنسون قناة وسيم موجودة اسفل الفلوق وقناتي الثانية. ولا تنسون الانستغرام والفيسبوك اللي انزل عليه الصور من رحلاتي. وما طول عليكم ابد، انتظروا المفاجأة كل زين لانه راح ان شاء الله يعني تتونسون بها.
مستمرين نحو الأفضل. أسعد نفسك بنفسك. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.